هؤلاء الإخوة الشباب يجب أن يعرفوا أن بإمكانهم التغيير، لكن إذا وفروا في أنفسهم مقومات التغيير. الإنسان إذا وفر في نفسه مقومات التغيير يتمكن من التغيير. إذا ما وفر، أكو في الأحاديث ليس الأمر بالتمني ولا بالتظني، يعني أظن أتمنى. وفي آية من القرآن الحكيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. نحن غالبا نعيش على التمني ونعيش على التظني، والذي نهي عنهما في القرآن الحكيم وفي الروايات. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن. في آية ثالثة إن الظن لا يغني من الحق شيئا. من يجب أن يغير وضع المسلمين المتردي؟ الآن 1500 مليون مسلم يعيشون أسراء، نحن 70,000 إنسان أسير، 4,000 إنسان أسير، 100,000 إنسان أسير، أما 70 في العالم 1500 مليون أسير يعيشون في كمال الذل والأسر والمطاردة والهوان وفي كمال التأخر. من السبب؟ هم. من يتمكن من التغيير؟ أنتم إذا عملتم.